اهلا وسهلا فيكم مشاهدينا بحلقه جديده من برنامج عليكم بالعافيه. اليوم معانا شيف محمد من شركه كيتا للتموين. كيفك شيف محمد؟ كويس الحمد لله، كيفك؟ الحمد لله. شرفتينا. سلام. شكرا. شيف محمد، اليوم شو الوصفه اللي نحن رح نعملها؟ وصفتنا بسيطه جدا وسهله جدا. أوكي. ومكوناتها كمان يعني مش كتير. شيف محمد، فيك بس تخبرنا عن المكونات لوصفتنا لليوم؟ وصفتنا مكوناتها جيلاتين، كريمة، نعم، وسكر ومارشميلو. وصفتنا اسمها فانيلا موس بالمارشميلو. فانيلا موس بالمارشميلو، تمام. طيب، فيك نبلش؟ لا طبعا. الموضوع بسم الله، بنحط الكريمة في الأول. حنحط علبة كريمة. شيء 170 جرام من القشطة. بالظبط. طبعا هاي الوصفة فيها 168 سعرة حرارية، 21 جرام من الكربوهيدرات، 2.5 جرام من البروتين، و12 جرام من الدهون. طبعا هاي الوصفة تعد وصفة عالية بالدهون وعالية بالسكريات البسيطة، فنحن فينا ناكلها لكن مش بشكل يومي، يمكن بالمناسبات مثلا يوم الجمعة لما تكون العيلة مجتمعة. طبعا لما ناكلها كمان نفرض انه ناكل كمية بسيطة، ونحاول انه لما نعمل رياضة ثاني يوم او نفس اليوم نزيد شوي عدد دقائق الرياضة لحتى نحرق الدهون والسكريات الزيادة الموجودة في هاي الأكلة. كويس، يعني انت ممكن ياكل بس ممكن يلعب رياضة، بس يعمل رياضة من بعدها، يزيد شوي الرياضة او انه ياكل كميات بسيطة يعني. عظيم. معلومات مفيدة بنقدمها للمشاهدين من خلال برنامج عليكم بالعافية. فاحنا كل يوم بنكتشف حاجات من خلال البرنامج بتاعنا بيساعدنا ان احنا نتطور يوميا، لان احنا ممكن نحرم حالنا من كل الاكلات. يعني لازم انه نعرف انه الحميه الصحيه هي المفروض يكون فيها عنصر التوازن، تكون الاكتفاء، تكون متنوعه. نحط الجيلاتين كنا مسخنا، حطوناه في ماء سخنة عشان يدوب. ايوه فهمت عليك. مش كتير؟ تمام. هو انا فيه ممكن نخلط لان ما تتماسك. بعدين نحطها في البراد شويه عشان تتماسك كمان اكثر. بالظبط. ممكن اعبيها في كاسات. نعم. وبعدين احطها في البراد. بدأت تتماسك بدأت تتماسك. نورس هدوم شهدين بعمل معي ازاي؟ كثيف. تقل شوية. كل ما طولنا بالنا أكثر على الخليط، كل ما تماسك الخليط أكثر وصار بالشكل اللي هو عليه. أوكي، فينا نعمل أكثر من جارنش، فينا نحطه في كاسات، فينا نحطه في بولات، نعمله بالمارشميلو، نعمله لو أنا مش حابب المارشميلو ممكن أحطه مكانه فواكه. ممكن نحط بسكوت كمان مطحون مع زبدة زي بالظبط البيست على التشيز كيك. بالظبط. حط جميلات بقى. نختار مثلا كاسه زي كده. اوكي، بنعبي الكاسه بتاعتنا. نعم. اوكي، بنعمل اول طبق. اوكي، بنخلي الكاس بتاعنا في جنب. ماشي. بنشيل المارشميلو بتاعنا. انت عارفه حط كمان مارشميلو. اوكي، شايف الالوان جميل. نشيل كمان شويه قطع مارشميلو. فينا نحط في قلب الحشوه على حسب احنا ايه المتعة عندنا. ممكن نستغنى عن المارشميلو ونحطه مكانه
أشياء تانية. نحط فواكه. ممكن طبعًا. تصير هيك صحية يعني. طبعًا. طبعًا. المرشمولو الأطفال بتحب المرشمولو جدًا، فعشان كده إحنا بنحاول نقدم وصفات تتماشى مع كل الأعمار وتنال إعجاب كل الناس. ممكن نحط موز ومثلًا شوكولات، شوكولات صوص نوتيلا، تصير الأطفال يعني بيرغبوها أكثر. بالضبط بالضبط. يكونوا عم ياخدوا حبة فاكهة. بالضبط بالضبط. أكمل. حتى ممكن نحط ستروبريز. وهكذا ممكن احط ستروبري، ستروبري سيراب، شوكولاته سيراب، ممكن احط كمان ميكس الوان. بس بتاكد ان الطبقه بتاعي موزعه مع بعض كويس. بتبقى عباره عن طبقات اوكي كده. كمل معنا الطبق بتاعنا وعملنا كمان واحد تاني قبل الهواء، هنوريكم عملناه ازاي. هنجيب الطبق اللي هنقدم فيه اوكي، اختارنا نحط الطبق بالشكل ده. وكمان عملنا واحد نفس الشيء بنفس المكونات مع الستروبري والشوكليت، وكمان عملت سلة فواكه، سلة ستروبري. هكمل بقى الطبق بتاعي بحيث يكون كمان الشكل مرتب ويكون كمان في تناسق في الطبق. لو عندي اي ضيوف وحبيت اعمل اي ضيافه سريعه، فدي كمان حل كمان سريع جدا ومتوفر في كل بيت. كل الامكانيات الكريمه موجوده في كل مكان، والفانيلا والجيلاتين وسكر شيء مش مكلف، موضوع وقت كمان. وفيها كمان ما عملش ان هو ما اضربش بايدي ولا اضربه بالخلاط الكهربائي في ثانيه بيخش معايا وقت. لسه كمان بالخلاط الكهربائي بياخد وقت يعني اقل. بالظبط. احنا فينا كمان طبعا الحلويات هي شيء اساسي برمضان، لكن لازم احنا ننتبه من الكميه اللي بناكل فيها الحلويات. يعني مثلا هاي الكاسه صراحه تعتبر شوي كبيره على شخص عنده شويه زياده بالوزن، او عنده سمنه، او عنده سكري، او عنده اي مشاكل صحيه، المفروض تكون شوي الكاسه اصغر. هاي الكاسه ممكن نعطيها للاطفال يعني الصغار بالعمر ممكن ياكلوها، لكن كل ما الواحد تقدم بالسن كل ما صار عنده العمليات الحيويه ابطا، بالتالي بصير اكثر عرضه انه يزيد وزنه. عشان هيك لازم احنا انه نحد من الحلويات برمضان، يعني نقلل الكميه. يعني بدل ما ناكل مثلا حبه قطايف كبيره، ممكن ناخذ نص وحده كبيره، او ممكن ناخذ ثلثين صغار. فهيك ما بنكون عم نحرم حالنا من القطايف برمضان، لكن بنكون عم ناخده باعتدال. معلومات مفيده وصحيه من خلال البرنامج. بنطلب الساده المشاهدين دايما خلي بالك انت تاكل قد ايه. والبرنامج كمان بيساعد كل الناس ان هي تحسب قد ايه السعرات الحراريه المزومه اللازمه لجسمك، قد ايه تستخدم سعرات حراريه. ومن خلال البرنامج تقدر تحسب السعرات الحراريه المطلوبه عشان نعرف نحن قد ايه عم ناكل وقت ايه عم ناكل. بالضبط. طيب شكرا كثير لك شيف محمد، يعطيك العافيه. بشكرك، برحب بيكي وبرحب بالساده المشاهدين المره الثانيه. يا رب يكون الطبق عجبكم ونكون قدرنا نقدم معلومه مفيده للساده المشاهدين. تمام. شكرا كثير لكم مشاهدينا لمشاهدتكم لحلقتنا اليوم. بتمنى تكونوا استفدتوا من الحلقه وتعيدوا اعداد هذا الطبق بالبيت ويعجبكم ان شاء الله. وان شاء الله بنشوفكم بحلقه القادمه من برنامج عليكم. بالعافيه.